السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة معرزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع فيديو جديد، فيديو مميز كيف ما كتشوفوا معايا. جليسة ديال العروسة، اليوم غادي نشارككم فيديو اللي هو خاص بحفل حناء ديال العروس اللي هي بنت خالتي، ودرناه عند الوالدة ديالي. صراحة داز أمسية رائعة جدا، ما كناش معولين انها غادي تدوز بحال هكذا. داز زوينة بزاف، رفقة الاهل والاحباب والعائلة والجيران، داز داكشي زوين الصراحة. طلع ليها النهار مميز جدا، والعقوبة لجميع البنات اللي مازال ما مزوجينش. الصراحه دازت عشيه زوينه، امسيه زوينه، كانوا اللعابات وكانوا الاحباب والبنات هما داروا الحنه وفرحوا ولبسوا. يعني في الصراحه دازت واحد العشيه مميزه، امسيه رائعه جدا. ها انتم معايا لاخر الفيديو، غادي تشوفوا التحضيرات اللي حضرنا وغادي تشوفوا الشهيوات اللي وجدنا. وبصراحه كيف ما قلت لكم كان يوم مميز، الله يكمل عليها والله يسهل على كل البنيات. اذا خليكم مع تتمه الفيديو، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشارككم، غادي يكون حفل زفاف ان شاء الله غادي يكون اسطوري، وغادي يكون ان شاء الله يعني كل تفاصيل غادي نشارككم واللقطات المميزه. وكيف ما قلت لكم العقوبه لجميع البنات. اذا خليكم معايا لاخر الفيديو تشوفوا اللعب وتشوفوا الحنه وتشوفوا كل الطقوس والعادات اللي حضرناها. Oh!
Thank you.